السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ الفيديو ده بيتسجل تقريبا الساعة 1:30 تقريبا. الحقيقة النهاردة حدث من الاحداث اللي انا بعتبرها جديدة عليا، فلذلك انا عايز اسجله من دلوقتي لحد بكرة. الحقيقة انا الشركة بتاعتي تعتبر جنب بيتي، هي المفروض في المهندسين وانا ساكن في الشيخ زايد، لكن لسبب ما غير معلوم الشركة اتخذت قرار انها تنقل مكانها للعاشر من رمضان. فتخيل ان المكان من الشيخ زايد للعاشر من رمضان، بدل ما كنت بروح في نص ساعة هروح في ساعة ونص، بدل ما كنت برجع في نص ساعة هرجع في ساعتين ونص. طبعا هو في باص طبعا، وهيبقى في تسهيلات برضه في حاجات تانية زي وركينج فروم هوم وكلام من ده، لكن الفكرة برضه في حد ذاتها مرعبة يعني. فأنا دلوقتي بحاول أنام، يعني بحاول إن أنا أنام عشان أصحى الساعة 6. الساعة 6 دي يمكن ما صحيتهاش تقريبا من 5 سنين تقريبا، لأن ما كنت شغال في مدينة نصر والكلام ده. فبحاول أنام دلوقتي عشان أصحى الساعة 6. طبعا أنا حاسس إن النقلة دي فيها خير. إيه هو الخير؟ أنا معرفوش لسه، بس أنا حاسس إن الموضوع يعني في خير يعني. وللآخرة خير لك من الأولى، ده الإحساس اللي مسيطر عليا جدا يعني. فهنام دلوقتي وأصحى الصبح وأنتوا هتكملوا معايا بقى الأحداث اليوم كله من أوله لآخره إن شاء الله. يلا تصبحوا على خير بقى دلوقتي. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ صباح الخير. وعلى غير العادة تماما بصحى بدري الساعة 6، أول مرة تحصل بال5 سنين، بس الحمد لله. حاسس بتفاؤل بصراحة جدا، حاسس ان اليوم هيكون جميل. طبعا مفيش اي مؤشرات ممكن تقول اللي انا بقوله ده بالمناسبة، بس انا عندي احساس ان ده هيحصل. طبعا انا صحيت كده على السريع ولبست، كلمني مديري المهندس محمد عبد القادر وقال ان الباص خلاص يعتبر داخل علينا. طبعا هو بفضل الله سبحانه وتعالى الباص هياخدني من مكان قريب جدا من بيتي. انا دلوقتي يعتبر اصلا لسه خارج من البيت وطالع دلوقتي على الشارع الرئيسي بتاع هايبر ون عشان اقابل الباص. وصلنا الباص دلوقتي الحمد لله. صباح اوتيل، بس الحمد لله جالي في المكان اللي انا كنت متوقعه يعني، و ربنا يبارك له يعني. الباص جابولي لحد المكان اللي انا عايزه، ربنا يبارك له يعني. كده بقى ناخد طريقنا الساعة 7:30 دلوقتي، نشوف بقى نوصل الساعة كام هناك. يلا نشوفكم على خير بقى في العاشر ان شاء الله. قولوا لي بقى الحمد لله على السلامة. الحمد لله وصلت. طبعا ده صديقي العزيز مصطفى عبد القوي. وصلنا الحمد لله. انت خدت وقت قد ايه يا مصطفى انت جاي؟ خدت ساعة، ساعة وربع. طيب يا عم، ده انت مشوارك حنين اهو. لا كويس، يعني متوقع ان تبقى ساعة ونص وانا راجع مثلا، ف انا خدت يعني مش صعب. انا خدت تقريبا ساعة واربعين دقيقة. ربنا يستر والله الطريق وهو راجع. بس المشكلة مش احنا جايين، احنا جايين مش مشكلتنا، احنا جايين خلاص، جينا بس 10، جينا الساعة 11. المشكلة احنا راجعين بس. هل حاجة ان الكراتين لسه متفتحة يعني كده كله لسه اصلا شغال؟ احنا في البريك دلوقتي في الكافيتيريا بتاعت مانتراك هاوس. مكان الصراحة جميل جدا يعني، لو بص كده مكان شكله ظريف قوي. قول لهم حاجة يا مصطفى. والله احنا لغاية دلوقتي بنستكشف ده المكان يعني، شغال مش عارفين لسه هو الشكل العام كويس. هو الشكل العام بتاع المكان فعلا كويس، بس احنا لسه ما عملناش تور كده في المكان. احنا دلوقتي كان مصطفى كان بياكل، فانا كنت نازل معاه. ف معلمة بياكل. لا يا عم، انا اللانش بوكس بتاعي، الاكل بتاعي دايما معايا انا، مش بتاع الكلام ده. طبعا مكان ظريف جدا الحقيقه، يعني الكافيتيريا دي عجباني قوي. طبعا ده مصبرنا شويه على المسافه اللي احنا واخدينها، بس ايه برضه بيني وبينك ما تغنيش برضه عن المسافه اللي احنا بنقطعها. تنسى اي حاجه لو في حاجه حلوه انت ممكن تنساها. طيب نطلع الاسانسير بقى دلوقتي عشان نطلع الدور بتاعنا. احنا في الدور الثاني طبعا، واحنا طالعين ما كناش عارفين. رائع، بسم الله. الجهة الثانية يا مصطفى.
كده وصلنا الدور التاني المكان اللي احنا قاعدين فيه. داخلين طبعا كل حاجه بالاكسس. بص مصطفى دلوقتي عمل الاكسس كده. دخلنا المكان بتاعنا. عبد الرحمن ايه ده فيه؟ اوه تعرف ده يا مهند. السلام. انا مبسوط جدا. عبد الرحمن من الناس الجميله الحقيقه. ربنا يبارك لك. والله اعرفكم بقى رضا والله ما صح يا جماعه. بدله ومظبط نفسه يعني ما ينفعش ما نصورش بصراحه يا جماعه. يعني الشرف ليا والله يا فندم. طب عايزين نقول اي كلمتين طيب ولا يعني نقول اي كلمتين يا عم عبد الرحمن؟ مش عارف. طب انت ايه رايك في المكان طيب؟ والله هو المكان جميل بدايه. والله انت اللي جميل. والله ربنا يكرمك استاذ مصطفى. ان شاء الله يعني منورنا والله. ده المكان من هنا اهو. سلام. لا موضوع لا لا انا اه ما شاء الله بس وصلنا في صورنا الصبح. عيب عليك عيب عليك. الباشمهندس رضا ده احمد علي الشيخ سابني. سبحان الله يعني كلنا بارتيشنات هنا الا الجماعه دول. استاذ زريب مبسوطه جدا بالبرودكشن. لا مش عايز تقول حاجه مش عايز تقول حاجه للجمهورك وانت واقف يا باشمهندس. شكرا. ده مدير يا جماعه ما ينفعش اعمل فيديو من غيره يعني. انا بقوله اهم حاجه المدير يا باشا. لا ما تقولش كده على مراد. لا يا باشا احنا هنا ولا نسوى غيرك. احنا كلكم مديرين. التيم بتاعنا ده يا جماعه. ربنا يخليك يا عم. يعني بتروح ان انت كده بتودع المكان. باي باي علي. يعني ما رحلة العودة خلصنا الحمد لله يومنا. راجعين في الطريق الساعة 4 دلوقتي. ربنا ييسر بقى وايه نوصل في وقت مناسب ان شاء الله. راجعين اهو من الدرجة طريقه كومباوند صناعي في العاشر من رمضان على زايد بقى ان شاء الله. نشوفكم على خير. ايه نقول الحمد لله على السلامه. الحمد لله الحمد لله وصلت بالسلامه. يعني انا مش قادر اصدق بصراحه ان انا خلاص كده داخل على بيتي يعني. إيه لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلنا وخدنا تقريبا ساعتين الا 10 دقائق. يعني جوجل مابس ما كتبتش. انا فتحت جوجل مابس قبل ما امشي قال لي ساعة وخمسين دقيقة بالظبط. وقد كان بصراحة جاب معايا الوقت ده فعلا. بس طبعا طول القعدة بقى في الباص احنا تقريبا اصلا في الباص مش كتير. فانت بقى قاعد بقى عمال تنام وعمال تريح وعمال تقعد براحتك. فيعني الوقت الموست يعني ممكن تكون ما بتحسش بيه بالشكل العادي لو انت راكب مواصلات عادية. انما الحقيقه الاكسبيرينس بتاعت الباص دي طلعت حاجه حلوه قوي يعني. الصراحه يعني اول مره يعني برضو احس شويه بالاكسبيرينس بتاعت الباص دي. فلا جميله الحقيقه يعني ويعني مش وحشه. فالحمد لله بصراحه اليوم كان ظريف ما كانش وحش خالص. والناس هناك بصراحه جمال يعني. ومديري اللي هو مهندس محمد عبد القادر هو مش مديري بقى هو مديري يعني هو معايا في الباص هنا في زايد فمظبط لنا الدنيا على الاخر. تفرق معنا الدنيا شويه. طبعا انا مرهق بصراحه محتاج ان انا اريح شويه عشان ابتدي بقى ايه حياتي اليوميه بقى في الكام ساعه الجايين. ومن حسن الحظ ان النهارده الخميس فبكره ممكن نريح وتبقى الدنيا كويسه يعني. anyway انا وصلت البيت خلاص. اشوفكم على خير بقى ان شاء الله. يلا سلام.